الحركة الأخرى رجوع رفات ماري مارك، وطبعا دي كانت نتيجة تقارب في العلاقات المسكونية بيننا وبين كنيسة روما، كنيسة الكاثوليك. لولا هذه المحبة ما كانش الإمكان إطلاقا أن يرجع جزء من رفات ماري مرقس لكي يوجد هنا. الذي أقيم في الكاتدرائية في يونيو سنة 68، والذي صلى فيه كثير من ممثلي الكنائس الأرثوذكسية كل واحد بلغته، وكان مظهرا عجيبا لهذا الجمع المسكوني.